يجمع نمط العمليات سلسلة من أنماط اللعب والخرائط في تجربة سردية تنقسم إلى أيام متعددة داخل اللعبة. تبدأ معظم العمليات الكبيرة بنمط المحمول جواً. يهبط المهاجمون بالمظلات ويلتقطون القنابل ويستخدمونها لتدمير الأهداف أثناء قتال المدافعين. يمكن اللعب في الأيام التالية في مجموعة متنوعة من الخرائط وأنماط اللعب. تنتقل نتيجة اليوم إلى اليوم الذي يليه في صورة موارد إضافية للفريق الفائز. في حال انتهى اليوم الأخير بالتعادل، سيتم تمديد العملية إلى يوم واحد أخير، معركة أخيرة بحياة واحدة من دون إعادة وذخيرة محدودة. اعملوا معاً، ابنوا معاً، قاتلوا معاً. إنها حرب شاملة.